قبل ما اطلع فاصل عشان نستقبل نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن ربيع ياسين وكابتن وليد صلاح، يعني عايز اتكلم على عماد متعب. عماد متعب او قدر النجوم يا جماعه، او قدر النجوم المميزه والكباتن النادي الاهلي، ان هي قدرها ان هي بتسكت علشان تفضل ايقونه للنجاح، ايقونه للجمهور، ايقونه للنادي. هي ده قدر النجوم الكبار. شفنا الكابتن صالح سليم قعد احتياطي، الكابتن محمود الخطيب قعد احتياطي، يعني نجوم كتير قوي قعدوا احتياطي، وده قدرهم ودي سنة الحياة. يعني للنجوم الكبار سنة الحياة. عماد متعب نجم كبير لا شك، محبوب للجماهير لا شك، عشان كده بقول ان عماد متعب مكتوب عليه ان هو او كل النجوم الكبار، النجوم اللي عملوا علامه للنادي الاهلي وسجلوا للنادي الاهلي وياما امتعوا جمهور النادي الاهلي وياما جابوا بطولات النادي الاهلي، هو كده سنه الحياه كده، ولازم يعني يسكتوا ويستنوا ويصبروا لغايه لما يقرروا هل الاستمرار في الملاعب ام النهايات السعيده كباقي نجوم الاهلي الكبار. دي كانت يعني كلمه كنت لازم اقولها للنجم الكبير عماد متعب، يعني معشوق الجماهير الأهلوية. قدر النجوم هو يعني الصمت والصبر حتى إشعار آخر، يا إما بالاستمرار، يا إما بالاستمرار في نادي تاني، يا إما النهاية السعيدة في النادي الأهلي كباقي النجوم. دي كانت أخبارنا، كلمنا فيها عن هشام محمد، وكلمنا فيها عن رئيس مصر المقاصة، كلمت فيها عن نجم عماد متعب اللي حضراتكم بتشوفوا اهدافه قدامكم. عماد متعب نجم كبير جدا، كان لازم اقول عليه على الاقل كلمتين دول. ان شاء الله كل التوفيق للنجم عماد متعب وكل التوفيق للنادي الاهلي. نطلع فاصل علشان نستقبل نجوم الكبار، نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي ونجوم الاستوديو التحليلي، الكابتن كبير ربيع ياسين والكابتن كبير وليد صلاح الدين. فاصل، استنوا.